طيب نتحدث هنا عن حفل نهائي دوري أبطال أوروبا. الحفل يعني كان به فرقة غنائية خارجة بعض الشيء عن القيم الإسلامية، ونحن نعلم بأن تركيا دولة مسلمة، ورأينا حتى أنه في حفل السوبر الأوروبي الذي أقيم فيها السابق بمدينة إسطنبول في استاد بشكتاش كان الحفل عثماني بامتياز وكان يعبر عن التاريخ العثماني، لكن يبدو بأنه هذه المرة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعني أراد أن يكون الحفل متوائم مع القيم الأوروبية. هل ترى بأنه هذا الحفل يحرج أردوغان والدولة التركية، أم أنه الأمر لا يعبر مطلقا عن التوجهات المحافظة لأردوغان وللحكومة التركية الجديدة؟ أولا معلوم تماما أن السلطة الحقيقية داخل الملعب هي للاتحاد الأوروبي وللفيفا، وبالتالي لا وجود للسياسة تتحكم بالرياضة، تتحكم بأمن الملاعب، تتحكم بإدخال الجماهير بالتنظيم، لكن على أرض الملعب هذه ربما بالدبلوماسية نتكلم هي ليست أرضا تركية. هذا الملعب هو أصبح في هذه البطولة ضمن سياسة الفيفا للاتحاد الأوروبي، وبالتالي السياسات والقرارات التي تتخذ على أراضيه تتخذ من قبل الاتحاد الأوروبي. لذلك لا يمكن أن، والكل يعلم بهذه القضية وهذه الجزئية، لا يمكن لأي دولة سواء تركيا أو غيرها أن تتحكم بفعاليات المهرجانات أو الختام بهذه البطولات، لأنها أولا بطولات متفق عليها سابقا وربما منذ انطلاقة بداية الدور الأندية الأوروبية كان هناك حقيقة رؤية لعملية إخراج الحفل النهائي. لذلك هي القضية لا تتعلق بأردوغان ولا بتركيا، القضية تتعلق بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والحفل متفق عليه ليس لهذه اللحظة وقبل عدة أيام، بل متفق عليه من قبل أن تبدأ البطولة أصلا. لذلك هذه سياسات رياضية لا تحرج أردوغان ولا تحرج تركيا ولا تحرج أي دولة أخرى تقام على أراضيها هكذا فعاليات بشكل واضح تماما. المسؤولية المباشرة للفيفا، معلوم أن الفيفا ربما تراعي ظروف موضوعية للبلدان التي تقيم مباشرة عليها الفيفا بطولاتها، كما قامت بطولة كأس العالم في قطر. راعت الفيفا بعض هذه الجوانب، لكن الفيفا لا يمكن لها أيضا أن تتدخل بشؤون الاتحادات الفرعية والأممية كالاتحاد الأوروبي، فالقرار النهائي هو يتحمله الاتحاد الأوروبي. صحيح، حتى الفيفا يعني احيانا تحترم بعض من الدول العربيه والاسلاميه، وكان هناك تفاهمات مع قطر، لكن فيما يتعلق باليويفا والاتحاد الاوروبي لكره القدم لديهم تشدد تجاه القيم الاوروبيه. اتفق مع حضرتك تماما في هذه النقطه.